مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. كان في غضب قبطي كبير جدا جدا، انا اول مرة اشوف على السوشيال ميديا الناس كلها متعاطفة مع طالبة الرهبنة اللي قعدت 6 سنين في دير الامير تدرس الشاطبي للراهبات بحارة الروم، وبعدين تم طردها من الدير. رئيسة الدير قالت لها انت ما تنفعيش في الرهبنة. 6 سنين اختبار في الرهبنة، 6 سنين كتير جدا يا جماعة. احنا نعرف ان المجمع المقدس عمل شروط للرهبنة، يعني فترة الاختبار بتكون 2 سنين، مش اكتر من كده ولا اقل من كده، هما 2 سنين بالنسبة برضو للرهبان او للراهبات. تخيلوا ان هي قعدت 6 سنين طالبة رهبنة وبعدها اتطردت من الدير، وطبعا الناس كتيرة جدا كانت في حالة غضب على السوشيال ميديا ماذا حدث مع طالبة الرهبنة. طيب كان في بيان نزل بخصوصها، البيان ده كان نازل في المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، كاتبين تنويه من دير الأمير تدرس الشاطبي للراهبات بحارة الروم. بعد أن تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المعلومات والآراء بخصوص إحدى طالبات الرهبنة السابقات بالدير، نود أن نوضح أن طالبة الرهبنة المقصودة كانت قد التحقت بالدير يوم 1 يونيو 2017 لبدء فترة الاختبار الرهباني وفقا لما هو متعارف عليه في تقاليد الرهبنة القبطية. تمام. وبعد إجراء تلك الاختبارات، أيوة، ولمدة كافية 6 سنين يعني ولا إيه، تبين لنا أن الحياة الرهبانية لا تناسب هذه الإبنة. يعني بعد 6 سنين اكتشفوا أنها لا تصلح للرهبانة يا جماعة. 6 سنين ليه؟ وأبلغناها بقرارنا بكل وضوح وبناء عليه غدرة الدير في هدوء يوم 17 مارس 2023. تمام. وحرصنا بعد خروجها من الدير على متابعتها للإطمئنان عليها ولدعمها ومساندتها لحين تدبير أمورها المستقبلية من منطلق حرصنا على خلاصها واستقرار حياتها. يعني هم بعد ما طردوها من الدير يعني بدأوا يتواصلوا معاها، انت كويسة، انت مش عارفة ايه، يعني بيتابعوها يعني. تمام. والدير يرجو من الجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المغالطات والادعاءات التي تخالف الحقيقة وأمانة القول، وليحفظ الرب الجميع في سلامه الذي يفوق كل عقل. تماف دروسيس. ايه اللي حصل بقى يا جماعة؟ من واضح تعليقات الناس كلها اجمعت ان هي عملت مشاكل كتيرة جدا رئيسة الدير، وطردت راهبات كتير وطالبات رهبانة كتير. يعني مش الحالة دي بس اول مرة، لأ ده هي طردت قبل كده راهبات كتير. وتعالوا نشوف التعليقات، ده مش كلام يا جماعة، ده كلام الناس على البيان ده. واحد بيقول الله وحده يرى ما يمر به الشباب والشابات طالب الرهبانة من ما يحدث معهم في بعض الأديرة. أين ذهبت الإبوة والتلمذة والمتابعة الروحية الحانية؟ ستعطونا حسابا عن هذا العبث. طبعا الناس بتقول إحنا أول مرة نعرف أن فترة الاختبار في الدير تصل إلى 6 سنوات، المتعارف عليه أن فترة الاختبار بتكون 2 عام. طبعا اللي بيحصل في الكنيسة من تصريحات وبيانات مهزلة بكل المقاييس. الله يتدخل ويحمي كنيسته من أعدائها الداخلين. طبعا الناس يا جماعه مستاء جدا، البيان غامض ما فيهوش اي حاجه. يعني طب هي عملت ايه؟ طب ليه الكلام عليها دلوقتي ما دام هي مشت من 2023؟ ففي حاجات كتيره طبعا، لو هي مظلومه اكيد طبعا الناس كلها تتكلم. واحد كتب المشكله رئيسه الدير ما قالتش ما سبب عدم ملائمه الحياه الرهبانيه لهذه الفتاه بعد 6 سنوات، ولا اعتقد انها تستطيع ان تقول. واحدة بترد وتقول ما تقدرش تقول عشان هتتفضح على رئيسة الدير، يعني ما فيش سبب مقنع انها تطردها بعد 6 سنين من موضوع طالبة الرهبنة. يعني هي ما خلتهاش تبقى راهبة رسمي، عذبتها 6 سنين طالبة رهبنة، متخيلين؟ هو ايه سبب عدم ملائمتها للحياة الرهبانية؟ الناس عايز تعرف ايه السبب. واحدة كتبت البنت اتطردت ظلم، هي شافت حاجات وحشة في الدير مش هينفع تتقال، ولما طماف عرفت انها شافت طردتها بالعافيه من غير ما تعمل لها حاجه. انا اعرف البنت دي شخصيا. في برضو تعليق اخر بيقول لو البنت اتكسرت بسبب قرار خروجها من الدير فالبيان ده كسرها اكثر واكثر، ده غير ان 6 سنين كتير جدا بعيدا
عن بعدها عن أسرتها والعالم وعمرها اللي كبر المدة دي، العالم نفسه اتغير كأنها دخلت غيبوبة وفاقت على عالم غريب وأحداث غريبة، دنيا غير الدنيا اللي سابتها من 6 سنين. أيا كان اللي البنت عملته أنا حقيقي معرفش إيه هو، بس كان الأفضل أن يتم إرشاد عن طريق أب اعترافها أو حتى أحد الراهبات اللي كانوا قريبين منها في الدير، أفضل من الشوشرة دي. ولو الموضوع كان قد صفحتها الشخصية فكده كل الناس بقت بتدور علشان تعرف والبنت كده تتدمر أكثر. الناس بقى عايزة تعرف، بتقول برجاء توضيح إيه قوانين فترة الاختبار الرهباني على الأقل من حيث المدة، وهل طالب الرهبنة بيتبلغ بيها ولا لأ؟ مفيش أي قوانين بتطبق للأسف، كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. الناس بتقول يعني بعد 6 سنين يعني اكتشفوا ان هي مش مناسبة للرهبنة. 6 سنين كتير جدا يا جماعة، اختبار في 6 سنين دي لو كانت بتعمل دكتوراه في الرهبنة مش تاخد الفترة دي كلها. الناس بتقول احنا مش فاهمين حاجة. واحد بيقول والله اعلم غلطة مين، بس حرفيا لازم النظام كامل في الدير يتحاسب، ضيعوها حسسوها بالرفض، لا عارفة تترهبن ولا عارفة تتجوز او تشتغل. ربنا يسامح المتسبب لما البنت تضيع، اكيد انتوا عارفين السبب. يعني يا جماعة برضو الفترة طويلة جدا جدا، ولا طالت ده ولا طالت ده. واحدة بتقول البيان كذب والبنت مظلومة وانا اعرفها كويس، طماف الدروسيس لازم تتحاسب. برضو تعليق اخر بتقول بجد حرام عليكم، يعني ايه بنت تسيب اهلها وشغلها وحياتها وحست بالاستقرار النفسي وبعد السنين دي كلها تقول بكل بساطة انها لا تناسب الجو الرهباني، ترجع شغلها ازاي، تتعامل ازاي؟ بجد انا مستاءة جدا من اللي بيحصل ده. ايام البابا شنودة لو حصل كده كان يديها فرصة في دير تاني، يعني المفروض كنت تديها فرصة، لكن ترجع لاهلها ده حرام. الناس بتقول لو رئيسة الدير محتاجة 6 سنين عشان تقرر اذا كانت طالبة الرهبانة تصلح او لا، يبقى ما تنفعش لرئاسة الدير راهبات لانها مش فهماهم. المفروض الرئيسة تكون حكيمة وعندها بصيرة، فانداها نعمة ربنا وبتصلي عشان ربنا يرشدها في اختيار اللي يصلحه للرهبنة. يعني لما تاخد قرار بالتداعيات دي بعد 6 سنين يبقى هي ولا حكيمة ولا فيها روح ربنا ولا عندها رحمة وأساءت للكنيسة. يعني بيقولوا عايزينها يعني عزل من رئاسة الدير عشان نحافظ على صورة الرهبنة النقية. البت اتطردت، فعلوا الهاشتاج عزل تماف ادروسيس. يعني ايه بعد 6 سنين يتقال لا تناسب الرهبانة؟ متهيئ لي سنة واحدة كفاية لأخذ هذا القرار. الموضوع ده فيه حاجة غلط، عشان كده بتحذفوا التعليقات. طبعا الناس كلها يا جماعة بصوا التعليقات كلها، 600 تعليق. 6 سنوات ضيعة من عمر الشابة دي بقى قانون عندكم؟ طب لو هي مش قادرة تكمل كان من اول 2 سنين مش 6. اكيد في دايرة مفقودة، متعرفونا الأجرة بقت ملكية خاصة اللي في الدير. يعني رئيسة الدير بقى كما يحلو لها، دي عجباني أعادها، دي مش عجباني أطردها. من 2017 6 سنين بتعملوا معاها إيه؟ تضيعوا 6 سنين من عمرها وبعدين تقولوا لا تصلح للرهبنة؟ طبعا كل التعليقات يا جماعة الناس مستاءة جدا. 6 سنين اختبار رهباني وبعدين فشلت، مش حاسة إن المدة كتيرة شوية؟ الست دي لازم تتحاسب، اللي هي على رئيسة الدير اللي هي طردت راهبات كتيرة وطالبات رهبنة قبل كده كتير جدا. بأي منطق وبأي عقل بعد ما تقضي فترة 6 سنوات تقولوا لا تناسب؟ كان المفروض 2 فقط. وانا اول مرة اسمع عن موضوع الرهبنة في السوشيال ميديا، لو عنده معلومات ياريت يبعت. 6 سنوات بتحاولوا تشوفوها تنفع ولا لا؟ الناس كلها يا جماعة يعني مستغربة فعلا البيان سيئة 6 سنين دي. الموضوع بالظبط والراهبة قال ايه؟ بس حرام تقعد 6 سنين وفي الاخر يمشوها. كان ممكن رئيسة الدير تعالج الموضوع بدون خروجها من الدير. الناس بتسأل بقى الموضوع خلصان من 2023 ليه انفتح دلوقتي؟ ما هو يعني البنت اكيد مظلومة وهي فتحت مشكلتها على النت، فالناس بقى هم ايه ردوا عليها بالبيان ده يا جماعة. البنت دي حياتها اتدمرت بجد، لازم تماف تتحاسب وكلنا نقف جنب البنت الغلبانة دي. احنا في الايام الاخيرة، ارحمنا يا رب، ارحمنا برحمتك، مفيش احن منك نلتجئ اليك. وترجعوا تسألوا ليه البنات بتضيع وبتسيب الكنيسة؟ يعني ايه 6 سنين بيختبروها وفي الاخر يمشوها؟ المفروض ان طالب الرهبنة يبقى سايب العالم وملتزماته وعايز ربنا. حتى لو فعلا لقيتوها لا تصلح للرهبنة كان ممكن تخلوها مكرسة طبعا،
أو حتى تنصحوها بالزواج، لكن 6 سنين اختبارات، يعني معظم المعاملة قاسية علشان تشوفوها تتحمل ولا لأ، وفي الآخر ترموها وتدمروها. ربنا يصعبها عليكم زي ما بصعبتوها عليها، وربنا يكون معاها ويحفظها من عدو الخير ومن أمثالكم. الناس كلها في حالة استياء يا جماعة وحالة غضب. البيان ده كدب، أنا أعرفها معرفة شخصية عن قرب، وأعرف كل اللي حصل معاها، هي إنسانة حلوة قوي، لكن شافت حاجات مش هينفع تتقال هنا. ولما طماف عرفت إنها اللي هي رئيسة الدير، يعني عرفت إنها شافت الحاجات دي، طردتها من الدير بعد ما سرقت فلوسها وذهبها وصحتها وعمرها جوه الدير. أنا عارفة المشكلة من أولها، طماف إدروسيس كدابة ولازم البابا يتصرف معاها. طماف إدروسيس مشت وطردت راهبات كتير وضيعت نفوس ناس كتير، لازم تقف عند حدها. طماف إدروسيس لازم تتحاسب. إيه يا جماعة رئيسة الدير كله بيشتكي منها ليه؟ هو الناس لما تحب تعرف الحقيقة تبقى بتهاجم الدير؟ لا، من حقكم طبعا. هو يعني بيستنكر، يعني هو بيقول الناس اللي هي يعني بتعترض ان انتوا ليه عايزين تعرفوا الحقيقة. لا، من حقهم طبعا يعرفوا. بطلوا بقى هبد، الناس دلوقتي مش زي زمان، الناس بتحب تعرف ايه الاسباب بعد 6 سنوات، مدة كبيرة يعني. وللمعرفة مفيش حد في زمن التطور التكنولوجيا وعصر الانترنت بيسكت، ولو اتقال كلام غير معروف المصدر الناس هتصدقه طبعا. بأمانة حرام اللي بتعملوه ده، 6 سنوات ضاعوا من عمرها وضاعت وظيفتها، دمرتوها نفسيا ودمرتوا أهلها منكم لله اللي في الدير. يا جماعة برضو البابا لازم يعمل تحقيق، البنت دي عملت ايه بالظبط؟ 6 سنين، هل احنا بنقعد 6 سنين فترة اختبار في الرهبنة؟ اكتبولي في التعليقات يا جماعة، انتوا سمعتوا الموضوع ده قبل كده؟ يعني في 6 سنين اختبار للرهبنة ولا هما 2 سنين بس؟ ده المتعرف عليه 2 سنين، يا آية آية لا لا، فترة اختبار 2 سنين، هل انت مناسب للرهبنة؟ بيعملوا بقى في فترة الاختبارات دي بيشوف كل حاجة الدير، ومواظب على الصلاة، مواظب على القداسات، شغل الدير، بيسمع الكلام، بيبقى فيه طاعة في الدير، بيشوفوا كده سلوكياته في الدير ايه، بيعمل مشاكل ولا لا، ولو هو مناسب بعد 2 سنين خلاص بيرسموا راهب او راهبة، مش مناسب لا خلاص يقولوا مع السلامة. لكن 6 سنين اول مره، يعني هي قعدت 6 سنين طالبه رهبنه وكانت ساكته يا عيني البنت ومستحمله، كانت ممكن بعد 2 سنين تقول انا قعدت مدتي خلاص، فهي يا عيني استحملت على امل ان هي تبقى راهبه بعد كده، بعد 6 سنين تبقى راهبه، بعد كده ردتها طالبه رهبنه، يعني ما كانتش راهبه كمان. سيبك من 6 سنين الغلبانه هتطلع من الدير على حوارات وكوارث وازمات وبلاوي سودا، الدير ارحم من جهنم اللي بره، الله يكون في عونك. وايه المشكله لو غلطت وسمحتوها؟ ازاي ترميها بره الدير وعدو الخير ياخدها في حضنه؟ بصراحه عدو الخير انتصر عليكم لما الدير طردها للعالم الخارجي الشرير اللي بره، مش هيرحمها. وعجبي الناس يعني مش متخيله برضو، لازم كانوا يقولوا الاسباب يا جماعه. الناس طبعا كلها عايزين يعرفوا ايه حكايتها، وكل الناس متضامنين مع طالبه الرهبنه، حتى ما قالوش اسمها يا جماعه، يعني ما كتبوش حتى اسمها ايه. طالبة الرهبنة اللي قعدت 6 سنين دي، هم شكلها البنت كتبت بوست على الفيسبوك، او يعني البنت حاسة انها مظلومة فكتبت، فالناس متعاطفة، فبيان الكنيسة نزل ردا عليها، لان هي كانت ماشية من 2023، موضوعها اتفتح الان لان البنت حاسة بظلم، فالبنت اتكلمت على السوشيال ميديا فحصل تضامن معاها، فالكنيسة ردت عليها بالبيان ده، فقالوا بقى ان احنا طردنها من السنة اللي فاتت. ريت المجمع والبابا يعملوا اي حاجة بدل اللي بيحصل في بنات الناس ده. طبعا البابا طبعا لازم يا جماعة قوانين، احنا ماشيين على قوانين وشروط الرهبنة دي ماشية على الكل، ما ينفعش رئيسة الدير يعني وكأن الدير ده عزبة ليها، فمش معقول يا جماعة رئيسة الدير تعمل قوانين خاصة للدير من نفسها كده بدون الرجوع للمجمع المقدس والبابا، وتشوف مين اللي تقعده وتشوف مين اللي تطرده من الدير، ما ينفعش. احنا ماشيين بقوانين وشروط، مش على حسب هوى رئيس الدير او رئيسة الدير. افرض ان الناس دي مظلومة، فلازم يكون في تحقيق شفاف، البنت دي حصل لها ايه، ولازم يكون في لجنة، فما ينفعش البنت بعد 6 سنين تقول لها مع السلامة. و6 سنين ليه ده؟ ده انتوا كده ادنتوا نفسكم، يعني انتوا قعدتوا البنت 6 سنين طالبة رهبنة؟ من امتى بنقعد طالبة رهبنة 6 سنين؟ كده انا خلصت حلقة النهاردة، اكتبولي في التعليقات شايفين الموضوع ده بقى ازاي. تحياتي، اشوفكم في حاجة جديدة، كان معكم نيفين جرجس.